طيب خلينا قبل ما ندخل في حته بيراميدز نقول لكم بس بمناسبه المصري، لانه الاهلي اللي كان بينه وبين بورسعيد كلكم فاكرينه وعارفينه، ازمه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعديها، ازمه مبرره وحديثه. انا بتكلم في السياق لكن العام. النفخ فيها دلوقتي يطلع شويه الكدابين قوي، الكدابين قوي، اصل النادي الاهلي اللي بيتكلم على النواحي الانسانيه رفض يلعب مباراه المصري رغم ان المصري كانت عنده حالات كورونا. اشمعنى الاهلي وافق للمغاربه وما وافقش للمصري؟ انا بقول لكم ليه دول كدابين قوي، كدابين قوي، لانه انا قبل ما اطلع مباشره هوا سالت الاستاذ حسام الزناتي، ده مدير اداره المسابقات في اتحاد الكوره، هل يا استاذ حسام انتوا كاتحاد طلبتوا من النادي الاهلي ياجل مباراه المصري للظرف الانساني اللي المصري كان فيه مع كورونا؟ قال لي اطلاقا، اولا ده مش مبدا موجود، مبدا مش موجود ان فرقتين حتى لو اتفقوا مع بعض على تاجيل مباراه هنوافق لهم، فالفكره نفسها او الموضوع نفسه مش موجود. نقف هنا لحظه. اذا هو قرار اتحاد الكره وليست اتفاقات انديه، قرار اتحاد الكره ولجنه مسابقاته، قرار لم يتم فيه الرجوع للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي يرفض او يقبل، قرار حتى نفسه حسام الزناتي قال لي ما هو المصري لعب مباراه قبل مباراه الاهلي، يعني حتى ان انت تخصص الموضوع للنادي الاهلي فقط ده فيه كذب كبير قوي. المصري لعب مباراه قبل مباراه الاهلي، العدد اللي كان اتقال ساعتها مصاب مش هو العدد اللي اتحاد الكره كان هيوافق عليه، النادي الاهلي كان عنده حالات، كان عنده حالات، والاهلي ما طلبش منه عشان يرفض او يقبل. فارجوكوا خليكوا عارفين ان انتوا بتكذبوا قوي، ان انتوا بتكذبوا وبتنكأوا جراح ربنا يعدي اثرها على كل خير. استاذ ابراهيم انما عارفين، هم عارفين انهم بيكذبوا، وانت بالدليل قلت اهو، لكن مش هيسكتوا، هم عارفين انهم بيكذبوا وهيكذبوا، وهم عارفين انهم بيكذبوا، وانتوا الهدف ان انت عايز توقع قوي بين الاهلي وبين هذه الجماهير، وعايز تعملها البانة كدابة وتبني عليها، وعايز تفضل عايش بقى زي ما بيتقال دلوقتي، اصل زي ما بيتقال دلوقتي ان الاهلي رفض استقبال المصري الاسماعيلي ايام التهجير، الكذبه اللي الكابتن سيد بازوكا تقريبا حلف طلاق بالثلاثه ما حصلت، الكابتن العربي والكابتن علي ابو جريشه وكل الناس، الكذبه التاريخيه ديت الناس الكدابين قوي دول هيبنوا على هذه الكذبه التاريخيه بين الاهلي والمصري والاهلي وبورسعيد، الاهلي رفض ياجل لكم، هتسمعوها في الاجيال اللي جايه لانه دي فلسفه الكدابين قوي. بس كمان حتى في حته الكذب انه بيراميدز لا يلقى الاهتمام الاعلامي ولم يجد الاهتمام الصحفي رغم انه بيلعب باسم مصر، والسبب ايه؟ تلاقي التفسيرات الخفيه جمهور الاهلي، اصل الصحافه بتنافق جمهور الاهلي. طب هل الصحافه فعلا ما اهتمتش بيراميدز؟ هقول لكم ليه كدابين قوي. منشطات الجرايد اللي طالعه امبارح والنهارده في حديثها عن بيراميدز، هوريكم انه موضوع البيراميدز مع نهضه بركان الموضوع او التقرير الرئيسي في كل الجرايد اللي صدرت امبارح والنهارده. ادي اللي بيقول لك مفيش اهتمام، وده مش دفاعنا على الصحافه ولكن ده كشف للكدابين عشان تعرفوا ان هم بيكذبوا الكذبه وعايزين الناس تصدقها. انت عايز تزود المشاكل بين الاهلي وبيراميدز، عايز تستاثر بعلاقه الله يهنيك بيها بينك وبين بيراميدز، عايز توقع في كتير في العلاقه بين الاهلي وكل الاطراف، بس بتبني محاولاتك كلها على كذب باين يا باشمهندس. تباعا حضراتكم هتشوفوا كل دي منشطات الجرايد المهتميه ببيراميدز واللي كانت بتنتظر تتويج بيراميدز، وما الاهلي لا دخل ولا اعترض ولا جمهور الاهلي، لكن حق الجمهور حد يصادر على مشاعر جمهور؟ هو الاذاعه لما تناقش حاجه زي ديت ليه ما ناقشتش قبل ما تناقش الجمهور شمتان في حد او فرحان لهزيمه؟ ليه ما وقفتش عند برامج تجيب لعيبه يطلعوا يقولوا نتمنى هزيمه الاهلي؟ ازاي كلام زي ده ما لقاش اي اهتمام من اي حد، وانت بتحاسب الجمهور على مشاعر انت عارف اسبابها، وانت عارف الاهلي عانى قد ايه من هذا الكيان، وانت عارف ان ده نادي نشا من الاساس نكايه في الاهلي. الصديق اشرف محمود جابوا الاستاذ محمد الليسي في برنامجه الاذاعه النهارده الصبح نفس الحكايه، الاهلي وبيراميدز، فاشرف محمود بكل وضوح قال له هو اللي الاهلي حصل له من بيراميدز قليل؟ هو احنا هنكذب على بعض؟ هو انتوا ما شفتوش؟ هو رمضان صبحي ده مش ده لاعب النادي الاهلي؟ مش النادي الاهلي عالجه؟ مش النادي الاهلي تحمل الكتير جدا؟ مش النادي الاهلي اللي فاوض هيدرسفيلد الانجليزي ووصل معاه الاتفاق على رقم
ورمضان صبحي قال له خلاص بس خلص مع الانجليز وبعد كده يطلع بيراميدز يستفيد من السعر اللي النادي الاهلي وصل له وتحصل القرصنه اياها. اللي حاصل للاهلي ده كله من قبل نادي بيراميدز وممارسات مسؤوليه. تيجي تسالني بعد كده هو جمهور الاهلي متضايق ليه؟ بس في فرق يا استاذ ابراهيم انك انت تقول جمهور الاهلي متضايق وتقول ان بيراميدز لم يلقى الاهتمام بسبب جمهور الاهلي اللي ملوش علاقه. جمهور الاهلي زي اي جمهور بيسيبه نجمه بالطريقه دي هيتضايق خلاص، لكن مش معنى كده الاهلي مسؤول اي مسؤوليه عن 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 ما يحدث. هي دي النقطه اللي عيب قوي ان الناس تروج لها، ومهما حاولت ومهما دفعت هيلفوا يلفوا ويدوروا حوالين النقطه دي وتطلع نفس الفوضى في نفس الاثير برضه. يتقال هو الاهلي زعلان ليه من بيراميدز؟ هو بيراميدز خد لعيبه، ما هو الاهلي ياما خد من الاسماعيلي، هو ما الاهلي عمل في الاسماعيلي اللي بيراميدز بيعمله. ونرجع تاني عشان الكدابين قوي يرددوا نفس الكلام ونقول لهم في ثلاث ارقام في هذه المعادله.